المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسين عبد الراضي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ حسين أهلا وسهلا بكم. يعني بعد انتهاء فعاليات مؤتمر الوطني الثامن للشباب بكل جلساته، يعني كيف تعلق على ما دار فيه وما وجهه سيادة الرئيس من رسائل للمواطن المصري؟ أهلا بكم أستاذ مروج. في البداية المؤتمر بيمثل حلقة وصل ما كناش بنشوفها قبل كده موجودة في الدولة المصرية على مدى عصورها. الحلقة الثامنة بتمثل مجموعة من الرسائل، أولها إن أهم حاجة في الفترة الحالية التكاتف المجتمعي والترابط المجتمعي لمواجهة الآثار والتداعيات للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها في المنطقة والتوجهات الجديدة لضرب الثقة ما بين مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصري وطوائف المجتمع ككل. الفكرة الرئيسية في المؤتمر النهاردة ان احنا كنا بنتناول تنامي خطر الظاهرة الارهابية في الجلسة الاولى، وده اللي تناولناه من مجموعة من المحاور، وكانت الدراسة البحثية اللي قام بها المركز المصري خلصت الى ان فعلا في تهديد ارهابي متنامي، وان الظاهرة الارهابية في طريقها للصعود من جديد طالما البيئة المجتمعية والمجتمع الدولي في حالة ستسمح باحتضان التنظيمات الارهابية وتجدد خطرها. الخطر ده يا فندم هيتجدد فيه منطقة الشرق الأوسط ودوائر الاهتمام والأمن الإقليمي لمصر، فبالتالي كان لازم المؤتمر يحط أمام الشعب المصري الوقائع اللي بتجري إقليميا وعالميا والتغيرات والتحولات في أنشطة التنظيمات الإرهابية، عشان المجتمع المصري يقدر يشارك مع سيادة الرئيس ومؤسسات الدولة في وضع وصياغة صورة للتعامل مع هذا الخطر العاصف بالدولة المصرية. بالإضافة كمان إلى أن الدولة المصرية توجه بيها أدوات كثيرة من ادوات وتكتيكات حروب الجيل الرابع، وده كان محور الجلسه الثانيه، لان احنا شفنا ان في الفتره الاخيره برز استخدام مكثف للشائعات واللي كان هدفها استهداف مؤسسات بعينها وثقه الشعب المصري في الكيانات الابرز ليه اللي بتتمتع بثقه مطلقه داخل المجتمع، وده اللي اكده سياده الرئيس ان الشعب المصري والجيش المصري والشرطه المصريه وكل المؤسسات المصريه هيكون حتما ولا بد من بناء الثقه والاحتفاظ بيها وابعادها عن اي استهدافات يحاول البعض الترويج بيها، وبعض التنظيمات الارهابيه استهدافها من الخارج مدعومين بعض الدول الاقليميه، لان هو دوت حائط الصد لمواجهه الفكر المتطرف والانشطه الارهابيه والخطر الارهابي المتصاعد، كذلك محاولات ضرب الوحده المصريه او الثقه المصريه اللي شهدها المجتمع وتنامت في الفتره الاخيره خلال الخمس سنوات في ظل حكم سياده الرئيس. طيب، يعني في خلال الجلسات المختلفة سيادة الرئيس تطرق إلى عدد من التفاصيل الخاصة بمجموعة من الشائعات والأكاذيب التي تم ترويجها خلال الفترة الأخيرة، وأوضح سيادة الرئيس للرأي العام. ما هي أهمية يعني خطاب المكاشفة والشفافية التي اتسمت بها رسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات المؤتمر، بالإضافة إلى رسائل الطمأنة أيضا التي حرص سيادته على تضمينها في خطابه؟ زي ما سيادة الرئيس واقتبس منه قال ان الظرف اللي هو تولى فيه المسؤولية في البلد كان مرهون بالثقة اللي ما بينه وما بين الشعب المصري، فبالتالي خطاب سيادة الرئيس النهاردة والملاحظات اللي أداها والنقط اللي وضحها في بعض ما روج فيه خلال الأسبوعين الماضيين هي تأكيد على أن الدولة المصرية ماضية والقيادة السياسية ماضية في أطر الحفاظ على تلك الثقة، عدم تجاهلها والاحتفاظ بيها ومواجهة أي محاولة لضربها. وبالتالي سيادة الرئيس النهاردة كان في مجموعة من الشائعات أنا مش حابب أن أنا أعيدها تاني على الرأي العام المصري، ولكن إشارات سيادة الرئيس إلى أن كل تلك المحاولات او كل تلك الاكاذيب اللي جاءت او كل تلك الادعاءات كانت كذب وافتراء، فبالتالي الملف اغلقه سياده الرئيس ووضع حد لمحاولات اختلاق بعض القصص وبعض الروايات وبعض الاكاذيب حوالين المؤسسات وعمل القوات المسلحه والانشطه اللي بتقوم بها جاهده للتنميه الشامله في الدوله. جميل. يعني اعتقد انه سياده الرئيس من خلال منصه مؤتمرات الشباب المتعاقبه بيحرص على حضور
كل الجلسات والاستماع والإنصات جيدا لكل ما يدور والتعليق والتداخل أيضا مع ما يتم طرحه من خلال مجموعة من الخبراء والشباب بمختلف التخصصات، وتوجيه أيضا رسائل للرأي العام والمواطنين في داخل مصر وأيضا في الخارج. إلى أي مدى بتنجح مؤتمرات الشباب في إيصال صوت الدولة إلى المواطن والعكس صحيح؟ مؤتمرات الشباب زي ما وضحت لحضرتك حلقة متصلة، الرسائل اللي بتيجي فيها من القيادة السياسية بتكون واضحة وصريحة، وبالتالي بتنجح مؤتمرات الشباب بدرجة كبيرة جدا، وبتتجاوز كمان في كل مرة المعدل اللي بيكون محطوط كمقياس لنجاحها. بنلاقي مؤتمرات الشباب بتخرج بمجموعة من التوصيات وبتنهي كمان، أو المؤتمر اللي احنا كنا فيه النهاردة أنهى حالة الجدل نهائيا اللي حاولت تخلقها بعض الجهات او بعض الاشخاص والافراد الممولين. نجاح المؤتمر النهارده في ان هو يعيد الثقه وان هو يكشف تلاعب البعض في مسارات الثقه اللي بنتها الدوله المصريه والمجتمع خلال الفتره الماضيه، ده من ابرز النجاحات النهارده. رسائل سياده الرئيس في منصه مؤتمر الشباب هي اكبر رساله في المجتمع المصري وللمجتمع الاقليمي وللمجتمع الدولي كمان، ان المجتمع المصري خلاص يعني الافكار اللي بتحاول تروج ليها البعض وبعض الجهات وبعض الدول الاقليميه لضرب الثقه المصريه انتهت. الشباب يتكاتف مع الرئيس، يتبادل الحوار مع الرئيس، وكمان الجلسه الثانيه كان فيها محتوى ثري جدا يكشف للمجتمع المصري كيفيه اختلاق الاكاذيب، كيفيه تزييف الواقع، كيفيه تغييب الوعي. كل دي رسائل وجهها المؤتمر النهارده ونجح بصوره بارعه جدا ان هو يرسخها في العقليه المصريه، وان هو يعرف الشعب المصري اللي كان بيواجه يعني موجه من تزييف الواقع وموجه من تزييف الوعي، وفعلا الشعب المصري عبر رسائل المؤتمر هينجح في ان هو يتجاوز كل المحاولات اللي بتستهدف النيل المهم. وأصبح منحنى الصعود هو حليف والسمة المميزة لكل مؤتمرات الشباب. أشكرك جزيلا أستاذ حسين عبد الراضي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، كنت معنا عبر الهاتف.